أنا بقول لهم للبنانية بدكم تتحملوا في ظرف كتير صعب، في انهيار كلي لمفاهيم الدولة. يا ريت مبارح وعينا، ولكن اليوم صار في وعي جماعي من كل الناس على أنه هذا النظام خلص ومفروض نبني دولتنا لقدام. في فساد وفي فاسدين ولازم يتحاسبوا، ومع المحاسبة العلنية. البنائين هن المواطنين المؤمنين بدولة مدنية، الغير طائفيين اللي ما بيبنوا الشارع تبعهم أو الطائفة تبعهم أو الجبل تبعهم، بالعكس بيبنوا مواطنة دولة المواطنين.